إلى موضوع آخر وإلى قضية لا تقل أهمية. أمير، تحدثنا أكثر من مرة الوعي البيئي نعم الثقافي يمكن حول هذا الموضوع، وقديش إحنا عم نضر بالبيئة يمكن بشكل مش مقصود. مع انه في اجسام بتشتغل على رفع البيئه، صحيح ولكن بعدنا بنعاني من افات صحيح وتراكمات بيئيه عم بتمس يمكن عفاف بتطورنا كمجتمع، طبعا بجوده حياتنا طبعا، كمجتمع. أقولها بحسرة بالذات في بلداتنا العربية وقرانا العربية. صحيح رح نتابع هذا صحيح التقرير عن قضايا البيئة بالقرى العربية مشاهدينا، رح نتناول أيضا كل موضوع يعني هي الآفة والتراكمات البيئية اللي مثل ما ذكر أمير عم بتحد من إمكانيات التطور. نتابع هذا التقرير وبعد هيك نتحاور في الاستوديو مع ضيوفنا عن هذه القضية. استنادا إلى قرارات الوزارة، يتوجب على السلطات المحلية أن تعمل للحفاظ على جودة البيئة، صيانة الشوارع، تنظيم نظام الصرف الصحي، منع تلوث المياه والهواء، الحد من الضجيج ومنع الأضرار البيئية المختلفة والقضاء عليها. إلا أن واقع معظم بلداتنا العربية يبدو مغيراً وبعيداً كل البعد عن بيئة مثالية خالية من المكاره، حيث تتعدد الأسباب لانتشار هذه المكاره تنبع عن إهمال السلطات المحلية في معالجتها وسوء إدارتها في بعض الأحيان، وأخرى نتيجة لسياسة الحكومة بعدم السماح للقرى والمدن العربية بالتوسع لكي تتاح الفرصة بتنظيم البناء بشكل صحيح لا يضر بالبيئة وتخفيف الضغط السكاني، وبالتالي تقليص الاكتظاظات المرورية والحد من نسبة انطلاق ثاني أكسيد الكربون. كما أن نصف الكسرات في البلاد والتي تعتبر مصدرا أساسيا للضجيج والتلوث تكون بمحاذاة البلدات العربية. كما نرى أيضا في بعض الأحيان عدم معالجة صحيحة للنفايات ورميها في أماكن غير مهيئة لها. كما أن المسؤولية تلقى على المواطن البسيط أيضا وارتفاع منسوب الوعي لديه لضرورة الحفاظ وعدم الإساءة للبيئة في كل أماكن تواجده وليس فقط في ساحة منزله الخلفية، إذ علينا أن نسعى لصون الحيز العام من المكاره البيئية كسعينا لصون بيوتنا الخاصة.